السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا أحبائي بمدارس عنيزة الأهلية المسار المصري. مادة اكتشف الصف الثاني الابتدائي إعداد أستاذة إسراء. درسنا اليوم يا أحبائي بعنوان استطلاع الاهتمامات الشخصية. هيا بنا نتعرف على درسنا اليوم. النشاط الأول، اختر مجموعة واحدة تفضلها ثم تعرف نتيجة اختيارك. عندنا هنا يا حبيباتي أربع مجموعات. المجموعة الأولى إذا اخترتيها فأنت تميلي إلى الوظائف الزراعية. المجموعة الثانية مرقمة برقم 2، فأنت لو اخترتيها تميلي إلى الوظائف التكنولوجيا والعلوم. المجموعة الثالثة مرقمة برقم 3، فلو أنت اخترتيها إذا تميلي إلى الوظائف السياحية. المجموعة الرابعة مرقمة برقم 4، إذا اخترتيها فأنت تميلي إلى الوظائف الصناعية. فكل واحدة منكم هتختار الحاجة اللي هي بتميل أو بتفضلها. أول حاجة يا حبيباتي مجموعة رقم 1، لو أنت اخترتيها فإذا أنت تفضلي أو تميلي إلى المهن الزراعية، فضعي علامة صح في هذه الدائرة ونتيجة اختيارك فأنت تميلي إلى الوظائف الزراعية. المجموعة الثانية مرقمة برقم 2، فأنت لو بتفضلي التكنولوجيا والعلوم فطبعا ضعي علامة صح في هذه الدائرة ونتيجة اختيارك فأنت تميلي إلى الوظائف التكنولوجية والعلوم. المجموعة الثالثة مرقمة برقم 3، لو اخترتيها فأنت تميلي أو بتفضلي المهن السياحية، فضعي صح في هذه الدائرة ونتيجة اختيارك فأنت تميلي إلى الوظائف السياحية. المجموعة الرابعة مرقمة برقم 4، لو اخترتيها فأنت تميلي أو بتفضلي المهن الصناعية، فضعي علامة صح في هذه الدائرة ونتيجة اختيارك فأنت تميلي إلى الوظائف الصناعية. فأنا هنا اخترت يا حبيباتي المجموعة الأولى المرقمة برقم 1، إذن أنا بفضل الوظائف الزراعية، فوضعت علامة صح. فكل واحدة منكم يا حبيباتي بتفضل مهنة معينة هتختارها وهتضع علامة صح في هذه الدائرة. هيا نستكمل. النشاط الثاني، صل العبارات بالمهنة المناسبة لها. عندنا هنا يا حبيباتي أربع عبارات، المطلوب نشوف كل عبارة بتعبر عن مهنة إيه ونقوم بتوصيلها. أول عبارة عندنا يا حبيباتي هيا نقرأ، أقوم بتصميم المشروعات حتى يسهل تنفيذها. مين اللي بيصمم المشروعات يا حبيباتي؟ هل الطبيب؟ هل المهندس؟ أحسنتم، المهندس يقوم بتصميم المشروعات، فهقوم بتوصيل أول عبارة بالمهندس. ثاني عبارة يا حبيباتي، أزرع الأرض وأجمع المحصول. مين يا حبيباتي اللي بيزرع الأرض وبيجمع المحصول؟ هل الطبيب أم المهندس أم الطباخ أم الفلاح؟ أحسنتم، الفلاح، فهقوم بتوصيل العبارة الثانية بصورة الفلاح. العبارة الثالثة، أقدم أطباقا شهية ولذيذة. مين يا حبيباتي اللي بيطبخ وبيقدم أطباق شهية وطعمها جميل؟ هل الطبيب أم المهندس أم الطباخ؟ أحسنتم، الطباخ، يبقى هقوم بتوصيل ثالث عبارة بصورة الطباخ. رابع عبارة معايا وهي محلولة، أساعد التلاميذ على فهم الدروس. مين يا حبيبات اللي بيساعد التلاميذ إن هم يفهموا دروسهم؟ هل الطبيب أم المهندس أم الطباخ أم الفلاح أم المعلمة؟ أحسنتم، فهقوم طبعا هو موصل هنا، فطبعا هقوم بالتوصيل العبارة الرابعة بصورة المعلمة. العبارة الخامسة، أساعد المرضى على الشفاء.
مين يا حبيباتي اللي بيساعد المريض ان ربنا يشفيه؟ هل الطبيب ام المهندس ام الطباخ ام الفلاح ام المعلمة؟ احسنتم، الطبيب. فهقوم بتوصيل خامس عبارة بصورة الطبيب. هيا نستكمل سويا. النشاط الثالث، اختر الأدوات المناسبة لكل مهنة، ثم اكتب مهمة صاحب المهنة. عندنا هنا حبيباتي 4 مهن، وكل مهنة لها الأدوات الخاصة بها. وتاني حاجة يا حبيباتي، هنكتب صاحب المهنة ده بيعمل ايه، مهمته ايه. اول حاجة مهن سياحية، الطيار. الطيار يا حبيباتي هيستخدم أدوات ايه؟ هل الخريطة أم الفأس أم الجرار؟ الخريطة. طيب مهمته إيه؟ مهمته قيادة الطائرة ونقل الركاب من مكان إلى آخر. ثاني مهنة عندنا يا حبيباتي هي مهن تجارية، الطباخ. الطباخ يا حبيباتي هيستخدم إيه؟ إيه الأدوات الخاصة اللي هيستخدمها؟ هل الخريطة أم الجرار أم المغرفة؟ أحسنتم، المغرفة. فهضع دائرة حول المغرفة. مهمته إيه؟ صاحب المهنة ده مهمته إيه؟ بيعمل إيه؟ هنقوم بكتابة طبخ أطباق شهية ولذيذة في هذه النقاط. ثالث مهمة عندي يا حبيباتي، مهن العلوم والتكنولوجيا، المبرمج. المبرمج ده يا حبيباتي علشان يشتغل، إيه الأدوات الخاصة اللي هيشتغل بيها؟ هل الخيط؟ هل الجاروف؟ هل الكمبيوتر؟ أحسنتم، الكمبيوتر. فهختار الكمبيوتر. طيب المبرمج ده مهمته إيه؟ مهمته إصلاح الأجهزة الإلكترونية وتصميم البرامج، فهقوم بكتابتها في هذه النقاط. رابع مهنة معايا يا حبيباتي، مهن زراعية، الفلاح. ايه الادوات اللي هيستخدمها الفلاح في مهنته؟ هل الفأس ام الخريطة ام البوصلة؟ احسنتم، الفأس. طيب مهمته ايه؟ الفلاح ده بيعمل ايه يا حبيباتي؟ زراعة الارض وجمع المحصول، فهقوم بكتابتها في هذه النقاط. وبكده يا حبيباتي نكون قد انتهينا من درسنا اليوم. وفي انتظار حل أنشطة الدرس وإرسالها على الجروب الخاص بكم، وفي رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.